ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بالامس ولله الحمد اتممنا دراسه متن الاصول الثلاثه، وان كانت دراسه مختصره لكن اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما تعلمنا وعلمنا. طيب، نراجع اولا ثم باذن الله تعالى ندرس متن القواعد الاربعه. هاش بسم الله نبدا من هنا. نعم، اترك الكتاب يا شيخ، اغلق الكتاب. نعم، وهي يقول قبل ان نبدا بالدراسه سالنا خمسه اسئله: لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس متن الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أسئلة القبر، الثمرة والفائدة التي نجنيها، الإجابة عن أسئلة القبر، وهذا من أنفع الثمرات، وفهرسة الكتاب. يلا يا شيخ. أخذنا الخوف، أخذنا الخوف، أنه عندنا الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، جائز، خوف من اللصوص، من قطاع الطريق، من النار، فخرج منها خائفا يترقب. الثاني خوف العبد من ربه، خوف عبادة وتعظيم والسر، صرف لغير الله شرك أكبر. الثالث الخوف الثالث خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم، نعم، فهرسة الأصول الثلاثة. الأول المسائل الأربعة، مسائل الثلاثة: لماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة والخاتم. نعم يا أخي. لابد في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة من ضوابط خمسة في التعريف: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص. تمام، ها يا أخي. نعم، أقسام. نعم، المسائل الأربع. أولا لابد نتعلم قبل أن نعمل، يعني تريد تصلي الصلاة حرام حتى تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح أو لا؟ تصوم الصوم عليك حرام حتى تتعلم كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ثم فإذا تعلمت تعمل، وإذا تعلمت وعملت تدعو، وتصبر على ايش؟ على الطاعه، اولا على العلم والعمل والدعوه، وصبرا على طاعه الله، على معصيه الله، على اقدار الله. نعم يا اخي. ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه، يزيد بالتفكر في مخلوقات الله، بدراسه التوحيد، ترك المعاصي. نعم، نعم يا اخي. ماشي، ها الشاهد. معنى الحنيفيه هي الملة المعرفة الشركة المبنية على الإخلاص والتوحيد. نعم، مراتب الإيمان بالقضاء القدر كم؟ أربعة. الأول العلم، أن تؤمن أن الله علم كل شيء. الثاني أن الله أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة. الثالث علمه، كتابة مولانا، مشيئته، المشيئة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. للعبد مشيئة، نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة. والرابع الخلق، فالعبد مخلوق أعماله تابع له، فإن مخلوق مثله الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. ها ماشي. أهمية دراسة التوحيد، ايش أهمية دراسة التوحيد؟ يقول لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا موحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان. ممكن يسألك سؤال وتماشي في الطريق موحد، تقول نعم، قال ما هو التوحيد؟ تقول ما أدري، قال كذاب، صح؟ ممكن يسألك تقول مشرك، تقول أعوذ بالله. طيب ما هو الشرك؟ إذا ما تعرف الشرك ممكن واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه. غير أخوانا، هاي الشرك. المسائل الثلاثة، قلنا المسألة الأولى فيها توحيد
الربوبية والأسماء والصفات. المسألة الثانية توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة البراءة من الشرك ولا تكون بالقلب واللسان والجوارح. ما ياخذ الدعاء يكون ينقسم، الدعاء قلنا ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، ودعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربع حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. وقلنا مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. وقلنا أن الناس انقسموا في الأخذ في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: صحيح وأن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب، مثل الدواء هذا سبب حسي، أو الرقية سبب شرعي. وإذا اعتقد أن السبب مؤثر هذا شرك أكبر، وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا شرك أصغر. تمام. نعم. أنواع الصبر قلنا الصبر على طاعة الله حتى تؤدى، الصبر عن معصية الله حتى تجتنب، والصبر على أقدار الله ما قدر الله على العباد مرض أو فقر أو ابتلاء أو غيره. نعم. أيوة. معرفة الله. فإذا قيل لك من ربك، وقلنا هذا من أحسن ما يكون في التأليف، أنه بدأ يسأل حتى تتعلم الإجابة، حتى تسأل الناس، حتى تعلم إخوانك تماشي في الطريق. تقول إذا قيل لك من ربك ما تقول؟ قال أقول ربي الله. ما معنى ربي الله؟ قال رباني يعني خلقني ورزقني، تربية للظاهر وتربية للباطن، بأن أنزل الكتب وأرسل أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. يعني الغرض من السؤال ليس إيش فقط إقامة الحجة أو إظهار أنك عالم، لا، تتذاكر إخواننا فيما بينكم تتذاكر العلم صح؟ أي نعم. علم الإمام مالك إمامنا رحمه الله، إمام مالك يقول علموا الناس السنة، علموا الناس السنة، أهل البدع يموتوا والسنة تبقى، أهل البدع يموتوا. نعم. بما عرفت الله؟ تقول بآياته ومخلوقاته، وقلنا الأدلة كثيرة على وجود الله، العقل والحس والفطرة والشرع. تمام. طيب، يعني بفضل الله استفدنا فوائد كبيرة، فقلنا لكن هذه الفوائد جزاك الله خير، هذه الفوائد إذا لم تقيد وتراجع تختبر وتدخل معنا في معهد السنة المهم، لماذا أخواننا؟ ليش؟ حتى نضمن أن المعلومة وصلت معلومة صحيحة، لأنه ممكن يقرأ معلومة خطأ وهو لا يدري. صح؟ مثلا جاني طالب قبل سنين وقال لي هل الملائكة يعلمون الغيب؟ قلت لا، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. قال لا، أنت تقول الملائكة يعلمون الغيب. قلت والله ما قلت، وهذا ضلال. قال لا، مكتوب في الكتاب هنا عندنا الملائكة عالم غيبي، مكتوب هكذا. قلت نعم، ملائكة عالم غيبي يعني غيب، يعني لا نراهم، أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم. صحيح؟ هو ظن أنه الملائكة عالم غيبي يعني يعلمون الغيب، فلازم المعلومة نتأكد أنها وصلت صحيحة. مفهوم؟ عندك إشكال تعال يا أخي اسأل، ما في إشكال. قال ما الدليل على القلوب للملائكة؟ طيب. قال طيب الدليل قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. قالوا ماذا قال ربكم؟ إذن إذا أشكل عليك أي شيء اسأل. مفهوم؟ أي نعم. طيب، القواعد الثانية التي نريد نتكلم عنها في الأصول الثلاثة إخواننا، هذه الأصول هو قال لك يجب على كل مسلم ومسلمة وكذا، فإذا لابد أننا نعلمها الناس، تعلم الناس هذه، طالما ما تشك فيها علمها الناس، لكن لا تتفلسف، لا تخرج عن الموضوع، لا تفتي. طيب تمام. عندنا أمر آخر من الدراسة، ما الفائدة المسلكية من دراستنا الأصول الثلاثة؟ بعض الناس يقول والله استفدت أنه بدأت أستشعر العبادة، استشعر أني أعبد الله، أتفكر في مخلوقات الله، عندما أسمع الآيات أشعر أن هذا هو التوحيد.
عندما أسجد أدعو الله ولا أدعو غير الله سبحانه وتعالى، أرى الشرك أنكر. نعم، إنه في تعدي على جانب الربوبية وجانب الألوهية وجانب الأسماء والصفات، وما يمكن وما قدر الله حق قدره. مفهوم؟ تمام. القواعد الأربع، لماذا جالسين إخواننا هناك؟ آخر شيء، النبي صلى الله عليه وسلم، تعال هنا عندي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابة رضوان الله عليهم، قال: كنا إذا نزلنا منزلا تفرقنا في الأودية والشعاب. يعني إيش؟ واحد هنا واحد هنا واحد كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فأصبحوا إذا نزلوا منزل يجتمعوا، مفهوم؟ لأن الظاهر عنوان الباطن، الظاهر عنوان الباطن. يعني واحد هناك، يعني معنى هذا ما هو معنى، لا بجسد ولا بإيش، ها؟ نعم. وقلنا جبريل عليه السلام أين جلس أمس؟ ذكرنا وقلنا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لا، يريد كل الحواس تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فالقرب أفضل من البعد، مفهوم؟ أي نعم. طيب، القواعد الأربع كما اعتدنا قبل أن نبدأ بالدراسة نسأل أسئلة. القواعد الأربع لما في ماذا؟ في أي متن؟ في إيش؟ في الفقه وفي الفرائض أو في النحو؟ في التوحيد. تمام، اترك الجوال يا أخي. لماذا ندرس التوحيد؟ أنت ما غيرك. أي نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ أخذنا. لماذا ندرس القواعد الأربع؟ نصيحة علماء، لأن العلماء رحمهم الله نصحوا الطالب أنه أول ما يبدأ في التوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع. تمام؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، القواعد الأربع، هذا المتن هو تقريباً ملخص، تقريباً ليس 100%، تقريباً ملخص لأي كتاب؟ كشف الشبهات. والأصول الثلاثة تقريباً هو خلاصة لكتاب التوحيد. تمام؟ ليس 100%، لكن مشيها خلاص. تمام؟ إذن أصول الثلاثة مقدمة لدراسة كتاب التوحيد، والقواعد الأربع كالخلاصة والمقدمة لدراسة كشف الشبهات. تمام، اتفقنا الآن أن هذا الكتاب خلاصة لكتاب كشف الشبهات. طيب، لو جاءنا طالب الآن وقال: لماذا يا أستاذ لا ندرس كتاب كشف الشبهات، الكتاب الأصلي، ثم بعد هذا ندرس المختصر؟ نقول: هذا ليس لي ولا لك، هذا لمن؟ للعلماء، هم اللي يحددوا إيش أبدأ إيش أنتهي إيش كذا، مو على كيفك تطلب العلم، صح؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. انتبه، والله إخوان، أحيانا بعض الكتب حتى المؤلفة من أهل السنة والجماعة ما تستطيع أنت تدرسها أو تقرأها على ما تحب. انتبه، مفهوم؟ أي نعم، لازم تسأل العلماء وتسير على الطريقة. الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، في أول درس له هو في كشف الشبهات، قال: الذي لم يدرس معي، الذي إيش؟ لم يدرس معي كتاب التوحيد يقوم الآن برا من درس كشف الشبهات، ما يحضر معي. لماذا؟ لأن كشف الشبهات شبهات، مشكلة، ما يمكن أن تكشف الشبهات إلا ولابد أولاً يكون فيه تمكن في التوحيد، يعني فيه عنده إيش؟ سلاح حدود ولا دفاع جوي أو كذا. نعم، لابد، لأن تدخل الشبهة تخرج بإذن الله، مفهوم؟ تمام. إذن لا نستطيع نقدم ونأخر على ما نحب. عندنا قاعدة مهمة جداً، اترك الكتاب الشيخ،
قاعدة مهمة جدا في الرد على الشبهات ومريحة جدا، وهذه يقول عنها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإن العامي من أهل السنة، عامي واحد يغلب ألف من هؤلاء من المخالفين. بماذا؟ إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وما نظر في الشبهات. باختصار، إذا جاءتك أي شبهة، أي شبهة ترد عليك، إيش تصنع؟ أغلق أذنيك وقل أنا يكفيني في الرد على هذه الشبهة أنها شبهة، انتهى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروهم وتسمع، يعني يجيك مقطع الآن في سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في الكلام في الصحابة، في كذا، في الأغاني، جواز الأغاني، مفهوم جواز الذبح لغير الله محبة وتعظيمة مثلا، ايش تسمع؟ ما تسمع. وقول هذا الكلام لا أعرفه ولا أعرف الرد عليه، يعني ما عندي رد، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم. مفهوم الشيخ؟ يعني إيش تصنع؟ بلوك، قفل. هذا حال السلف يا أخواننا، كانوا يصنعوا أئمة السلف، كان يصنع هذا. اليوم إلا من رحم الله لا يرسل رسالة ويقول اسمع ماذا قال المبطل وماذا قال فلان في التبرج والسفور والاختلاط والأغاني. من قال لك تصنع هذا؟ هذا دين، صح؟ بالله لو واحد يسب أمك يا أستاذ ترسل المقطع وتقول اسمع ماذا قال فلان في أمي، ها؟ يمكن الجوال تكسر وأنت أصلا، صح أو لا؟ كيف يا أخوانا تطيب أنفسكم أن ترسلوا أشياء فيها سب أم المؤمنين عائشة، فيها كلام على رب العزة؟ مفهوم يا أخي؟ إذن عندنا قاعدة، أي شبهة تريدك إيش تصنع؟ كان الواحد من السلف، إمام من أمة السلف، يمر بواحد من أهل البدع، فهذا الرجل من أهل البدع يقول لهذا العالم، يقول اسمع مني ولو كلمة، فهذا العالم يضع إصبعي في أذني ويقول امسك الشمس. تعرف ايش امسك الشمس؟ يعني لو استطعت انك تمسك الشمس وقتها ممكن اسمع لك. مفهوم؟ كيف اليوم انتم تفتحوا الجوالات وتحويل اعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم. تقول هذه الشبهات، الأغاني حلال، السفور، الاختلاط، ما أعرف إيش، تقول هذا أنا لا أعرف هذا الكلام ولا أسمع له، لكن أقطع يعني إيش 100% أن كلام الله لا يتناقض، وعندي نصوص محكمة بينة لا أرجع عنها، صح؟ الغنى صح كبيرة من كبائر الذنوب، أنا لا أشك فيه. الشرك أكبر وأصغر، مفهوم؟ لا يمكن أن يكون الحلف بغير الله إلا شرك أكبر، الشرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر، صحيح؟ تقول ما أشك، قال عندي حديث في صحيح مسلم اسمع مني، تقول أنا ما أسمع. مفهوم يا أخي؟ وارتاح، وهذه أحسن طريقة. خلاص يا شيخ، وقفل الشبهات كلها وانتهى الموضوع. طيب، نعم، إذن الرد على الشبهات من طريقين، طريق يسميه العلماء طريق مجمل، هذا يعرف كل موحد، بشرط أن يصغي لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الكلام لا أعرف ولا أفهمه، وأقطع أنه كلام الله لا يتناقض، وعندنا نصوص محكمة، وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم. مفهوم؟ وقفلنا الموضوع، خلاص انتهى الموضوع، أغلقنا ملفات كثيرة، صح؟ أكثر مشاهدات ليوتيوب وهذه الأشياء من بالله لهذا الضلال، أكثر مشاهدة لمن؟ ما أهل السنة هم أكثر مشاهدات، والله
إلا من رحم الله، مصيبة هذه. تمام، الرد المفصل هذا عند العلماء، وسيأتي معنا شيء منه إن شاء الله في كتاب التوحيد، مفهوم؟ تمام. إذن الشبه خطافة، شبه خطيرة، لأن الشبهة إذا دخلت صعب تخرج. ولهذا قال حدثني بشيء لعل الله يذهبه عني، لأنه وقعت عنده إيش؟ شبهة، شبهة القدرية، هذه مشكلة، مفهوم؟ تمام.